النهارده 18/4/2022. النهارده كام؟ 17 رمضان. يوم جميل قوي مع صحابي مرش وعدوي وخيرت الجميل مبروك وحوفي كامل اوغاي وسعيد هناك اهو. الشله ايه جميله دي. توثيقا اليوم ده دخل على الشباب اهو رجال المحترم. شعبي ادخل على الرجاله ادخل على الرجاله ادخل على الرجاله. اوعى اجرق ابعد شويه. انا تعالى خد مني صور انت. فيديو يا خليل محمد حلو. انا كنت عايز استكع بلادي عارف قلبي ساكبها عايز استكع بلادي كده وخلاص. مبروك 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 مبروك. لا يا عم جامد. سلمت على حمو ولا لسه؟ ولا خلاص حد كده؟ يلا خد يا باشا تليفونك. خد خد يا جميل تليفونك. ثانك يو. الثانوية فين كمولة؟ فين كمولة؟ حاول يا عم. انا لسه بقول والله والله لسه بقول نايس مي اموتو اموتو. انا مالهمش غير بعض دول. اه يا عم اصدقاء اصدقاء من كل حاجه انت فاهم مدينه ومش مدينه. خد يا باشا. لا 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 يا عم لا لا انا بحسبك سلمت عليه اصلا. الفوتوغرافر بتاعنا يا جماعه. اوكي كمل بس الفيديو ده. كمل اتكلم فيه والحاجه والحاجه وحشني جدا. لا انا مش عايزك تمدحني انا عايزك تقول حاجه اليوم ده. لا طبعا انا ماليش غيره. الراجل الجندي المجهول او مش لا مش هو مش مجهول هو اللي بيظبط لنا كل الحوار ده بتاع الشله. فربنا ما يحرمنا منه والله مرش بجد يعني. لا كامل الراجل كامل النهارده يا شيخ بجد كامل فيه بجد بجد خير وعمل الصح مع الناس بجد. بس لما يجي نستنى بقى نشوف. كمل القمر اهو جاي. يا هلا يا هلا. جندي مجهول يا جماعه والله. جندي مجهول. ايه الاخبار يا حبيبي؟ عامل ايه؟ مش كتير والله. هو اللي ظبط الدنيا كلها خلي بالك. والله الله ونعم الوكيل. دي حركه تعملها فيا؟ دي حركه تعملها فيا؟ ها؟ ماشي. على فكره شكرك من وراك والله قال ده جندي مجهول. مش عارف انت قول له قول له ان انا شكرت من وراه قول له. فكر فيك يا كامل. عرفوا كل حاجه كامل بالنسبه والله يا جماعه يعني انا جمعتكم النهارده عشان انا يا الحوفي اليوم ده انا عايز الحوفي والله. انا بحب اسمع رايك زي ما الفطار السنه اللي فاتت انت قلت لنا انت انت ما هو لا ما انا عارف انا عارف هو في لسه في لحظه بعد الاكل. الموضوع خطير لسه الاكل ما نزلش قدامي. طالما الاكل لسه ما نزلش قدامي خد شخصيه تانية. محمود قبل الاكل حاجه انا عارف حاجة. انا عارف سوري انا اسف يعني ناجلها. انا عشان لما يحط الاكل قدامي وابدا اكل خلاص كده اسف ابدا اكل واشرب واتدلع ونغلب. اه يا عم وانا عشان هسيبك دلوقتي اللي على بعض حاجه بمناسبه النهارده كل سنه وانت طيب. جدا 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 يا جماعه يا رب يعني مش
اول ولا تاني ولا اخر سنه ان شاء الله. ربنا يديمها باذن الله. ايوه الجرافر الامر بتاعنا والله شفتك يا فوزي ويعني اليوم جميل جدا والله باللمه معاك. القمر اللي سالي زعلان مني نلف على كله تسيبني انا هفشح انا مش هسحرك. فتح محمد فوزي. لا انا مش عارف تمتحن، انا عايزك تقول ايه، عايز تقول اي كلمه بالنسبه للنهارده يعني. كل واحد لا كل واحد يقدر بس زي الفل بس الدرش واللحمه في النص. كمل 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 كلمه هنا كلمه هنا. الجندي المقول بتاعنا يا جماعه سعيد خلصت بقى انت عملتها. والله يا صاحبي يعني انا سعيد صراحه غدت عشاء الصباح بتاع البلح المشروحي ده مميز جدا عظيم بصراحه. انا اكلت منه لكن العدوي بصراحه اكل الاكل كله خير. انا يا ابني في حته انا حاولت انا حاولت اكل اللي فاضل منه. استنى اكل اللي فاضل منه خلاص اكل كله. لو طالت المسافات وبعدتنا الأيام ما بينا ألف حاجة تبين الاهتمام. من قال إن التلاقي له أو سلام بالإيد في قلوب بتحس بينا لو حتى من بعيد. دايما جوانا كلام قصص محتاجة تتقال وناس غاليين علينا ما بيروحوش من البال. ده ما فيش للدنيا معنى لو ما انتش لاقي ليه حتى ما تغيب عليه يفضل يسأل عليك. ودي سنة الحياة بعد ولا غربة ولا شوق في قلوبنا.